اهلا وسهلا بيكم مع نجوم اف ام واحلى بطر وسحور. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم وسعيد عليك وعلينا جميعا يا رب. احنا عارفين دايما اول يوم من رمضان كده احنا مستعدين مربين ديك رومي، جايبين فرخه كبيره، جايبين فراخ امهات زي ما تحبوا، تبقى كده عزومه يعني. فالنهارده هنعمل مع بعض الديك الرومي، وانتوا اعملوا منه اي حاجه عندكم موجوده بنفس الطريقه، هيطلع معاكم جامد جدا ان شاء الله. اول حاجه انا هجيب الفرخه او الديك وهنقعها في ميه وملح ليله او بعد ساعات زي ما انتوا عايزين. انا دلوقتي نقعتها في ميه وملح، اطلعها واحطها في مصفى واشطفها شطفه كويسه، اتبلها. التتبيله دي بتاخد حوالي 4-5 ساعات، تاخد ليله، مفيش مشكله خالص، ولا هيبوظ ولا يحصل لها اي حاجه. يعني انا ممكن قبليها بيومين انقع ليله في ميه وملح وليله في التتبيله، اجي احطها في الفرن تبقى زي الزبده. نعمل ايه؟ احنا خلاص الميه والملح، تحطي حوالي طبق كده قد الحاجه تحطيها وفيها كبشه ملح، قلبيها وحطي فيها الديك الرومي او الفرخه. تعالي بقى للتتبيله، هتجيبي ايه؟ بصل مبشور اللي واخدين عليه وعارفينه، هنزود ايه؟ جزرايه مبشوره، ملح وفلفل وبهارات، احط معلقتين كبار من الزبده، هحط كمان معايا رز وكبد وقوانص، وهحط معلقتين سكر، وهحط ربع كوبايه من الخل. ما تدخليش الرز في الموضوع، انا هنا التتبيله ايه؟ الرز والكبد والقوانص ده لوحدها. انا هاخد التوابل اللي هي البصل المبشور والملح والفلفل والبهارات والزبده ومعلقتين سكر وربع كوبايه خل، وكل ده اهرسه مع بعضه كويس جدا. اجيب الديك او الفرخه ابدا اعمله ايه؟ عارفين اغطيه من بره ومن جوه وبين اللحم وبين الجلد بتاعه، اخليه كله متشبع بالخلطه دي او بالتتبيله دي، واروح سايباها في التلاجة. حتى لو في نفس اليوم على فكرة مش مشكلة خالص، لو قبلها بكام ساعة مفيش اي مشكلة. اجي بقى ايه؟ اجيب الكبدة والقناصة بتاعت الديك او الفرخة، اقطعهم صغير خالص خالص خالص، وبعدين اروح جايب بصلاية مقطعها صغير بشوحها في معلقة سمن، واروح منزلة الكبد والقوانص ومعاهم فصين من التوم، واقلبهم مع بعض لغاية ما يستووا. هنزل عليهم كوبايتين من الرز، طبعا حسب حجم انت هتحطيها في ايه. لو احطها في فرخة يبقى احط يعني كوباية الا ربع من الرز كفاية، لو احط بديك يبقى كوبايتين من الرز بياخد كمية كبيرة. وبعد كده اقلبهم كويس جدا واحط لهم شوية مية لغاية ما يستوي، يعني قد مثلا كوبايتين رز عليكم اسويه عادي خالص، اسويه عادي خلاص. بعد كده اطلع بقى الديك او الفرخة واحشيها بالرز اللي انا عاملاه بالخلطة دي. خلصت ولا حاجة خالص بقى، اكتفها اقطع بصلايه شرايح احطها في الصينيه، احط عليها الديك اغطيها بورق الومنيوم، احطها في الفرن 4 ساعات. طبعا الوقت ده بيرجع لحجم الحاجه قد ايه. 4 ساعات ده لديك حوالي 7 كيلو، لو فرخه برضو بقى تاخد لها 2.5 ساعة لو امهات، لو فرخه عاديه بتاخد لها ساعة وربع. السحور مع امريكانا فول. السحور النهارده هيكون مع فول امريكانا، هنعمل بيه فول بالبيض العيون تحفه. بص، انت هتجيبي علبه فول ساده، يعني هتنقي كده من انواع امريكانا، عندهم انواع كتير جدا، هتجيبي علبه الفول الساده، وهتجيبي البيض حسب العدد اللي انت عايزاه، 3-4-5 حسب اللي هياكل. بجيب ملح وفلفل، بجيب بصلايه اقطعها صغير قوي كده تديك طعم حلو بقى للفول وللبيض كمان. يعني نعملها طاجن، يعني نعملها طاسه، هتروحي مشوحه البصلايه في معلقه من السمن كده، عايزه تعمليها صغنونه اوكي، يعني مش لازم تبقى البصلايه كبيره. وبعد كده هتنزلي عليها الفول وتقلبيه ملح وفلفل وشويه زيت معاها. عايزه تنزليها بقى في الطاجن او عايزه تسيبيها في الطاسه حاجه ترجع لك. لو هتسيبيها في الطاسه عادي، حطي طقشي فيها البيض وغطي وسيبيها على نار هاديه، هتستوي معاكي كويس جدا. عايزه تحطيها في الفرن، هتروحي حاطه الفول اللي احنا عملناه ده في الطاجن، مطقشة عليه البيض ورش عليه شوية ملح وفلفل اسود، طبعا ده في الطاسة او في الطاجن زي ما انت عايزة، وهتروحي ايه؟ حطاها في الفرن. بس كده، وكده عملنا فطار جميل سهل جدا، وان شاء الله بالهنا والشفا يا رب، وسحور احلى واحلى. شكرا جدا لك، واستنوني في الحلقة الجاية مع نجوم اف ام واحلى فطار وسحور.